ديال التشغيل. اولا هاد الاستاتيستيك اللي خرجوا كيبان بانه كاين استقرار يعني في نسبه البطاله وخارج القطاع الفلاحي، لانه دابا اللي كتقول 13.5 13.6% ديال لو طو شوماج خصك تقرا الداخل اش كاين. خارج القطاع الفلاحي تمكن الاقتصاد من خلق 338 ألف منصب شغل صافي خلال الفصل الثالث من 2024. تخوازيام تريمست لا كرياسيون دومبلوا 338، وذلك بفضل دينامية التشغيل في قطاع الخدمات وأشغال البناء. ومنذ بداية السنة 177 ألف منصب شغل صافي كمعدل في القطاعات اللي هي غير فلاحية. الخدمات في بروميي تريمست دار 250 ألف منصب زايد، ولكن إلا شديتي لها الموان ديال العام دارت 123. البناء دار 57 ألف في التروازيام تريمست، ستادير كو التروازيام تريمست يعني الحمد لله الاقتصاد ديالنا هو إيجابي وغادي للأمام. وإلا مشيتي للمعدل السنوي هي 16 ألف. الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 23 ألف منصب صافي اللي تحدث في الربع الثالث ديال من 2024، اي بمعدل الى خديتي السنه 38 الف منصب تم احداثها منذ بدايه السنه. اللي كنجيو للفلاحه تحت تاثير الجفاف، وكاين واحد الفاكتور اخر، تم فقدان 124 الف منصب في الربع الثالث، وكاع داك الشيء اللي ربحناه مشى لانه اشكاليه ديال لا سيسخيس. 124 الف منصب شغل اللي تفقدات، وبلي كتبدا من الاول السنه حتى لدابا راه هي 161 الف منصب صافي اللي تم يعني فقدانه. وهذا كيبين اجمالا انه خلال الربع الثالث من 2024 تم خلق يعني في الاقتصاد الوطني بما في ذلك يعني اجمالا تمكن الاقتصاد الوطني بما في ذلك القطاع الفلاحه في خلال الربع الثالث من 24 من خلق 213 الف منصب شغل بمعدل 17 الف شغل محدثه منذ بدايه السنه. هذا وكيواصل الشغل المؤدى عنه مساره التصعيدي، لان ملي كتشوف في لي ستاتيستيك كاين الناس اللي عندهم لاكتيفيتي ما عندهمش الشغل قاو كيتخلصوا راه فلاح وكيدير الرعي وكيمشي يخدم مع عائلته، وفي الليل راه كيدخل يبات الضا وكيتعشى والعائله اللي خدامه، ولكن هي با دو سالير. هاد الناس هادو الشغل المؤدى عنده اللي كيتخلص فيه لو سالير هذا في الربع الثالث طلع 262 الف منصب محدث، وارتفاع متوسط 127 ألف منصب صافي منذ يعني بداية السنة. كلها يعني يعني نقاط جد مهمة، وفي تقديم ديال قانون المالية السيدة والسادة الوزراء تكلموا لكم على مشروع ديال 14 مليار ديال الدهم لدعم يعني هذا المشروع ديال لومبلوا. حنا الغالب الله يعني كل شيء نقدروا عليه زعما كندبزوا كنحضروا، ولكن الشتاء يعني ديال الله، والى كان الخير الناس غتترجع تخدم. وكاين واحد الفينومين اخر، تلاقيت مع واحد العدد ديال الفلاح، دابا الفلاحه بلي كيمشيو يشتغلوا يعني في الفيرمات ويشتغلوا في العمل ديالهم في الميدان القروي، كيمشيو عند المشغلين كيقول ليه ما تديكلارينيش ما نخلصش ما ديكلارينيش لايمو. الا ديكلاريتيني في سي ان اس اس، لان لو فيت دو لو ديكلاري في سي ان اس اس كيحيد لي لايمو ديال التضامن، وهذا اشكاليه.